هشام كفنا في وسط الاسره ديالو، وزعما نيت كيدير بحال المسرح معاهم في الدار، كيلعب مع وليداتو، كيعطيهم الوقت ديالهم، كيحاول ديما يفرق ما بين الخدمه والدار. واخا كيكون مثلا مشاكل في الخدمه وهذا، ما كيحاولش داكشي ياثر له على الدار. يعني اون فوا كيوصل للدار كيبغي ينسى كلشي، داكشي برا، باش كيعطي الوقت ديالو الكافي لبنيتاتو. لحقاش مع لي كونديسيون ديال لي طوغناج وداكشي، ما كيكونش ديما مع البنات. سي بور سا الوقت اللي كيكون معاهم كيبغي يستغلو بيان كوم يلفو. واش نقول لك، الغيره راه كتبقى ديما، واخا ابخي 10 ans دو مارياج راه الغيره كتبقى بحال لو برومي جور. ولكن الحمد لله ماشي الغيره الخايبه اللي كتسبب لنا مشاكل، كنظن مساله عاديه. بالعكس ما في بليزيغ ملي كنشوف الناس كيبغيوه وكيحبوه، راه الله الا بغاك بحبب عبدو فيك. جو بونس ولا كيلقى مشاكل مع بناتو، اي سي فغي اللي حقاش ولاو كيردوا البال معاه، ما كيتقبلوهاش بناتو اللي هما اتاشي ليه. مي انا الحمد لله ما عمرها ما سببت لينا مشاكل في حياتنا الزوجيه ابدا. انا هشام ما كيبغيش بزاف الجماليات، ما كيبغيش داكشي الزايد. يعني نهار اللي كنبغي نقادو الماكياج ونقاد حالتي، كيقدر ما يعطينيش لا رومارك. ونهار اللي كنكون ناتور ما درت حتى حاجه، كيقول لي لا بو ديالك راه زوينه مزيانه. وكاي امراه مغربيه كندير الصابون البلدي، كندير الغسول، كندير الكالفاسي، كندير كلشي بحال كاي امراه مغربيه.